في فقرة المية اللي بقى منها بس 62 يوم، واللي إذا نتابع بها تحركات وقرارات رئيس الوزراء للفترة اللي تعهد بها للشعب يغير العراق خدميا واقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا. اليوم رئيس مجلس الوزراء أشاع علينا روتينيات هدوء الحركة فقط، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، واستقبل أيضا وزيرة الدفاع الهولندية. لكن أثار انتباهنا بموضوع إلى أنه القرارات اللي اتخذها من خلال جلسة رئاسة الوزراء أنه أبو مصطفى أوعز بتشكيل شركة عامة باسم المهندس ترتبط بهيئة الحج الشعبي وبرأس مال يبلغ 100 مليار دينار، أنا ما أعتقد دينار دولار، نسيت والله، يمكن 100 مليار دينار. المهم شنو مهامها؟ شو تسوي؟ ما ندري، خلينا نشوف الأيام الجاية. نتمنى لهم الموفقية.